ردك ايه على الكلام ده يا استاذ عمرو؟ وده علاقته بموكلي ادهم بيه. ازاي بقى يا استاذ؟ هو مش حضرتك بتقول ان الطبيب الشرعي زور في تقرير تشريح الجثه واخفى معلومات؟ دي تهم توجه للطبيب الشرعي نفسه مش لموكلي. ثم ان عمرو كان محتجز، يعني اكيد مش هو اللي قام بجريمه الرشوه. مين قال اننا هنوجه له تهمه الرشوه؟ تهمه الرشوه دي هتتوجه لواحد تاني خالص. امال حضرتك حجزته تاني ليه؟ بتهمه القتل. مش فاهم. تقرير الصفه التشريحيه الاصلي بيقول ان المجني عليها لينا جمال الشربيني كانت حامل في اسبوعها ال11. وده ايه علاقته بموكلي؟ علاقته ببساطه ان الطبيب الشرعي لما عمل مضاهاه بواسطه تحليل الدي ان ايه وقارن بين انسجه الجنين وعينه الدم اللي اتاخدت من موكلك عشان تحليل المخدرات، وجد ان المتهم هو والد الجنين. الكلام ده حقيقي يا عمر؟ كده بقى الدليل ده يؤكد الشكوك اللي كانت عندنا من الاول، ولا انت ليكي راي تاني؟ افتكر يا عمرو مفيش داعي للف والدوران، واحسن لك واسهل لك انك تقول لنا قتلت لينا ليه وازاي. انا مش هتكلم ولا اقول اي حاجه غير لما اقعد انا والمحاميه بتاعتي الاول. انا اللي عرفته ان شوقي عمل كده مع ستات كتير قوي، كل واحده كان بيعرفها كان بيعمل معاها كده. ستات كتير قوي ما تعدش. كل ست كان بيمضيها على وصولات امانه بارقام خرافيه طبعا، عشان مفيش ولا واحده فيهم تقدر تدفع الفلوس اللي هو عايزها، وده اللي هو كان عايزه بالظبط. سيستم يعني. في بقى اللي كانت بتجري وراء اكل عيش عشان تحاول تجيب له فلوس، وفي اللي كانت بتشتغل لحسابه. اللي بتشتغل لحسابه دي بقى ما بياخدش منها فلوس، بيعمل معاها الغلط والعياذ بالله. انا بس عايز اسال سؤال معلش. هو ده قاعد معانا بيعمل ايه؟ ايه؟ انت قاعد معانا بتعمل ايه؟ ده سؤال، يعني هل هي مثلا بتغني وانت بتطبل، ولا هي بتكلمني هندي فانا مش فاهم فانت قاعد مترجم؟ قاعد بتعمل ايه؟ حسن كلامك يا شباب. ثانيه واحده، احنا مش عايزين غير حقنا، احنا عايزين الوصولات اللي معايا. فانت بقى عايزانا اسرق لك الوصولات دي من الفيلا؟ بالظبط كده، بس دي ما اسمهاش سرقه. امال اسمها ايه؟ عفاف؟ يا محسن انا والله ما ناوي ارجعك للحرام تاني، ولا انا كمان ناوي ارجع له، ولا عايزه اللي بيجي من وراه. انا بس عايزه حقي منه، ومش عايزه رقبتي تفضل تحت رحمته. والفيلا دي فين؟ ما هي مش فيلا، لو فيلا ما كناش جبناك يا شبح. دي قلعة وحاطط عليها حراسة تقولش بيحرس مفاعل نووي. الله يخرب بيت صوت الضمير اللي قاعد في وسطينا يا شيخ، انت يا ابني قاعد مالك في ايه؟ قوم يا ابني اعمل قوم اشرب كوباية شاي في المطبخ ولا اعمل أي حاجة مفيدة. أنا اللي قايلة له يجي عشان يساعدنا، مش هو بس، عزيز كمان. كمان الفردة الشمال هي ناقصة؟ ومين قالك إني هوافق؟ هتوافق. أول ما ترسع اللي فيها هتوافق يا شبح. هتوافق يا أبو أمل. ممكن تهدي طيب وتسمعين؟ اسمع ايه؟ انا ما عنديش استعداد اسمع منك كذب تاني. والله العظيم المره دي ما بكذب. انت تخلص خالص. ده انا كنت خلاص، كنت طلعتك براءة. لان انا بريء فعلا. بريء بعد كل اللي حصل ده ولسه بتقولي بريء؟ لكن ما قتلتهاش، كل اللي حصل ده حصل فعلا، لكن والله العظيم انا ما قتلتها. قتلها الزوايا كانت اغلى حاجه عندي في حياتي. انت عارف اللي بيحصل ده معناه ايه؟ انت خلاص كده كل الادله بقت ضدك، واذا كان على الدافع في مليون، ابسطهم ابنك اللي في بطنها. هيقولوا لينا كانت مراتي. مراتك؟ ايوه. أنا ولينا اتجوزنا عرفي من سنة، ولو مش مصدقاني ممكن أقول لك مكان اللي قعده عرفي وشفيه بنفسك. طب ليه؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ ليه ما روحش؟ عشان الجبال استحالة كان هيوافق، عمره ما كان هيقبل بيا، ولا كان هيرضى إنها تتجوز وهي في السن الصغير ده. وإحنا ما كناش عايزين نعمل أي حاجة في الحرام. عشان كده اتفقنا نتجوز عرفي لغاية لما الظروف تبقى أحسن. والحمل؟ أنا أول مرة أعرف الموضوع ده دلوقتي. مش قادرة أصدق كم العك اللي أنت بتعكه. نو اسمعيني، أنا عارف إن دي تصرفات زبالة وأنا معترف بيها، لكن والله العظيم أنا ما قتلتها. وعارف ان انا كنت المفروض احكي لك على كل حاجه وان انا خبيت عليكي، بس ما قدرتش انها تتفضح بسببي. خلاص انا فهمت كده كل حاجه، يلا بقى وريني هتتصرف ازاي. اتصرف يعني ايه؟ مش فاهم. يعني زي ما انت سمعت كده، انا هحضر معاك التحقيق بس عشان ضميري المهني، بس بعد كده اعمل حسابك تشوف لك محامي تاني.